رئيس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر قضيبية. وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي: رفع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خالص التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى وإلى شعب البحرين الكريم والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد 1439 سائلا المولى عز وجل بأن يكون عام خير وبركة على جلالته والمواطنين وعلى الأمتين العربية والإسلامية وأن يسوده الأمن والسلام والاستقرار والرخاء. في سياق متابعة سموه لاحتياجات المواطنين وملاحظاتهم في القرى والمدن فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تلبية احتياجات جد حفص من الخدمات والمرافق التي تحقق متطلبات الأهالي فيها وكلف سموه وزراء الخدمات بمتابعة ما تحتاجه جد حفص في مجالات الخدمات البلدية والإسكان والصحة والتعليم وغيرها من الخدمات الأخرى. إلى ذلك فقد كلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بزيارة سوق نويدرات والوقوف على متطلبات واحتياجات الباعة في هذا السوق ومرتادي وتوفير كل ما يضمن استمرار هذا السوق في تقديم خدماته لأهالي نويدرات والحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة. من جانب آخر فقد كلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بتوفير كافة الخدمات وتهيئة ما يلزم لضمان نظافة الشوارع والأماكن والساحات خاصة فيما تلك التي تقام فيها الفعاليات الدينية في ذكرى عاشوراء. بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات والموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي: وافق مجلس الوزراء بناء على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على عدد من مشاريع المراسيم بقوانين وقرر اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لإصدارها. وتصب هذه المشاريع في تقوية البيئة التشريعية وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وتطوير البنية التحتية. ثانيا وافق مجلس الوزراء على إنشاء محطة للطاقة الشمسية في مملكة البحرين لتوليد 100 ميجاوات من الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية ويجيء ذلك في إطار حرص الحكومة على الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة ومنها الطاقة الشمسية بما ينسجم مع الخطة الوطنية للطاقة المتجددة التي أقرها مجلس الوزراء وتوصيات اللجنة التنسيقية وما تضمنته المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير شؤون الكهرباء والماء وسيتم طرح مناقشة تنفيذ المشروع في شهر فبراير 2018 على أن يتم الانتهاء منه خلال عام 2019. ثالثا وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الديني بين وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمملكة البحرين ولجنة الدولة للشؤون الدينية في جمهورية قرقستان وقرر المجلس تفويض الوزير المختص بالتوقيع عليها وجاء ذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية. رابعا أحال مجلس الوزراء إلى لجنة الوزارية للشؤون القانونية مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الصحة بمملكة البحرين ووزارة الصحة والرفاهية بجمهورية كوريا في مجال الرعاية الصحية والعلوم الطبية وذلك بعد العرض الذي قدمته بخصوصها سعادة وزيرة الصحة. خامسا أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب ثلاثة مشاريع بقوانين تمت صياغتها في ضوء اقتراحات بقوانين مقدمة من مجلس النواب مشفوعا كلا منها بمذكرة برأي الحكومة حوله. الأول بتعديل المادة 127 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002 والثاني بخصوص تعديل المادة 20 من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1977 والثالث بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2014. سادسا بحث مجلس الوزراء اقتراحين برغبة مقدمين من مجلس النواب الأول بخصوص فترة حظر الصيد الروبيان والثاني بشأن إعطاء البعثة الدبلوماسية بسفارات مملكة البحرين ووافق المجلس على ردي الحكومة بشأنهما على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.